الشكر والتجلة لجمهورية مصر العربية من خلال تمثيل رأسة مجلس الوزراء وأكاديمية الفنون، وفي قامة المؤتمر الدولي الثاني للفن الأفريقي أيقونة الإبداع الإنساني اللي هينعقد في يوم 6 و7 من أبريل 2020 ميلادية. إن شاء الله دكتورة ريجان موسى عبد الله من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الموسيقى والدراما، مشاركة في محور المرأة وفنون الأداء الموسيقي ببحث بعنوان الوظيفة الفنية لدى الحكامات بمناطق غرب السودان. عندنا هدف الدراسة بيتكلم عن ما تقدمه الحكامة وجمعها لمصطلح حكامات من خلال الفن اللي بيقدموه كأداء إعلامية في جوهره، وبرضه بيوصف لنا إبداع أصيل جدا جدا عنده خبرة ذات تأثير قوي لدى إنسان غرب السودان بصفة خاصة. والمقولة اللي ذكرها الخطيب المشهور زيج زيجلر إنه سواء رضينا أم أبينا في إن الذين يحسون الحديث أمام الناس بيعتبرهم الآخرون أكثر ذكاء، وأن لديهم مهارات قيادية متميزة عن غيرهم، وده بنجده نحن في ما تنتجه الحكامات في منطقة غرب السودان. أهمية الدراسة بتعرض لي بعض الوظائف الفنية لدى نماذج من حكامات منطقة كردفان ودارفور من خلال البيئة اللي بتتمثل لي في عنصر الكلمة والصوت والأداء. تم تحديد مشكلة البحث بسؤال رئيس هو هل نمط غناء الحكامات بتتعدد فيه وظائف الفنون تبعا للسياق الاجتماعي والثقافي؟ ومن خلال إجابة هذا السؤال اتبعنا المنهج الوصفي من خلال محاور في جمع المادة من مصادرها ومرجعياتها من خلال بوتقة خاصة بمنطقة الدراسة اللي هي منطقة كردفان ودارفور، والخريطة هنا بتشير لنا اللون الزهري لمنطقة كردفان ودارفور من خلال ولاياتها المختلفة. نحن لابد من إطار نظري نتكلم فيه شوية عن دور المرأة السودانية في الثقافة الفنية، وبنذكر إنه هي عملت على الحفاظ بموروث خاص بها وندرجه في الموروث الشعوبي والوطني والقومي بأشكاله وخصائصه. كذلك بتسهم الثقافات المحلية ذات الإبداعات الفنية في تشكيل الثقافة السودانية، وبتعبر لي عن مكون إثني ممتد. وأما فيما يختص في غناء المرأة في السودان في شواهد مهمة جدا ترتبت عليها تحولات في المهارات والخبرات، وهي بتعكس لي واقعها الإبداعي والفني من خلال المنتوج الفني بتاعها. طيب احنا لابد من انه نعرض نموذج سريع كده لدور المرأة في الثقافة الفنية في منطقة الدراسة، وعندنا النموذج الأولاني. ده النموذج الأول. نحن نشوف النموذج الثاني اللي هو برضو بيوضح نماذج بتوضح لي الثقافة الفنية في منطقة الدراسة. وكذلك نحن الجزء ده من السودان هو بيعتبر حزام ثقافي بتتعدد فيه أنماط موسيقية وغنائية، وبترتبط زي ما شفنا هسه في النموذجين ديل بالرقص، وأسماء الأنماط دي عادة بيرجع لي الضربة الإيقاعية أو الرقصات. بنلقى إنه برضو في تشابه كتير في الإقليمين بتاع كردفان ودارفور للأنماط الموسيقية والغنائية، اللي هو من خلال مصاحبة الطبول والنقاقير والدلوكة جمع دلاليك، وكذلك الصبقة والخبط بالأرجل، وعلى سبيل المثال الكاتم، الجراري، الكشوك، التوي، الدرملي وخلافه.
ونشوف نموذج لغناء المرأة من تراث الرزيقات. النماذج دي طبعا في البيئة بتاعتها هي واحدة من الأدوار اللي بتقدمها الحكامة. ونيجي نشوف عناصر الإلقاء الفعال اللي هو بتمثل لي في جمع عناصر فن الإلقاء الصوتي والجسدي، وهو مفهوم طبعا بيعمل على نقل الأفكار بالمشابهة أو بالمشافهة، وبيأثر على المتلقيين ومشاركتهم فيما يحسون، وهي أداة تعبيرية برضو عن الذات وكامن النفس وعبقرية الذهن وإبداع الخاطر، وده اللي بنلقاه حقيقة في أداء الحكامات من خلال منتوجهم الفني. ونحن برضو الحكامة زي ما عرفناها أو معروفة لدى كل السودانيين إنها هي امرأة ذات قدرة إبداعية بتوظفها في نمطها الإلغائي دي المنغم. إحنا كموسيقيين بنعرفه بالإلغاء المنغم اللي هو بتدعو من خلاله مكارم الأخلاق. وبرضو مهم جدا إنه ناس الاجتماع بيعرفوها بأنها هي بوق القبيلة عشان بتغني للحرب والسلام وجميع القيم اللي بتنادي للقيم التربوية الفضيلة أو الفاضلة. هنالك في التصنيفات للحكامات بتنتج عن طبيعة نوعية أشعارهم اللي بيقدموها في المناسبات، وهي مجموعتين A و B. ولضيق الزمن تصنيف الحكامات نحن ممكن نرجع للورقة ونتعرف عليهم. ده نموذج لإلقاء مرتجل، نسمع الإلقاء المرتجل. تم صراحة والقبلة صباحة والنجاح النجاح له الراحة، تم صراحة جبنا صباحة والنجاح له الراحة والنجاح له فلاحة، تم صراحة جبنا صباحة والنجاح له الراحة النجاح له فلاحة، تم صراحة جبنا صباحة والنجاح له الراحة. سودان الأرض مجاها دارفور بفغيرة وصلاحة تجمع جوهالها وسفاها، ترمي سلاحها وتعالي الجراحة وتعيش الأدراحة وتسأم راحة والكريم جدايم أفراحة، دم صراحة قلب صباحة ونجاتي. ده كان نموذج لإلقاء مرتجل، ونشوف نموذج آخر لإلقاء منغم من خلال مجموعة برضو من مناطق الدراسة. طيب احنا هنمشي سريع. في وظيفة فنية لإلغاء الحكامات، وهي من خلال 4 وظائف. الوظيفة الأولى هي تعتبر وسيلة للمشاركة الوجدانية وأداة تربوية مهمة للإدراك الإبداع الفني، وهي برضو بتمثل لي وعاء ناقل في الحفاظ على التراث الخاص بنمط أداء الحكامة. والوظيفة الثالثة هي بتعتبر أثر كبير من ناحية القبيلة من خلال الغناء اللي بيحس بالحماس والشكر والفخر. وأخيرا هي بتدعم أو بتعمل على الضبط الاجتماعي زي قبل ما ذكرنا إن هي بوق القبيلة. نشوف النموذج المهم ده للحكامة فاطمة يوسف المدني الباتيل، وعندهم طبعا ألقاب. نحن اللي بهمنا انه الباتيل يقال انه تصغير للبتول، مهم جدا نسمع عنه. طيب برضو ده نوع من النموذج المهم جدا ان احنا نعرضه، ونحن في تسابق مع الزمن.
نموذج بإيقاع الكاتم للحكامة كلثوم أمضي، وده نموذج نسمعه مهم جدا. تغني في الكاتم في مغني كبدرت فوق النار وفراش الضيف انا ما بتكلم بحري مليان بحري مليان يا سلام يا بحري كبدرت فوق النار وفراش الضيف انا بتكلم بحري مليان بحري مليان يا سلام يا بحري اهلي سلامة اسلام دار مالك جبا بتكلم بحري مليان بحري مليان يا سلام. طيب احنا برضو نحن في الختام بنأكد على انه الحكامة عندها صوت مسموع، وعندنا ببعض النتائج اللي خلصنا لها انه هي ضابط اجتماعي وعندها منظوماتها الخاصة بها في اداء لشعرها او الالقاء المنغم، وكذلك عندها تطريبة بيفرز او بيخصص كل حكامة عن الاخرى، وهنالك برضو النتائج ممكن نرجع لها في الختام. أنا شاكرة، ودي واحدة من الحكامات اللي قوات اليونوميد من خلال مجلتهم صحي صوت دارفور عملت مقابلة معهم من خلال الورش اللي تم إعدادها في نشر ثقافة السلام في مناطق كردفان ودارفور من خلال 45 ورشة، وكانت نتائج مميز جدا جدا لنشر واستقرار السلام في غرب السودان. شكرا لحسن المتابعة.